السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل المشتركين في القناة وبرحب بالمشتركين الجداد، وأهلا وسهلا بالناس اللي أول مرة تشوف القناة وتشترك فيها بإذن الله تعالى. قناة بكل سهولة وبساطة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وسهلة جدا، وكتير منا بيهملها. هي وصفة البليلة، قمح البليلة ده يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا، فوائدها كتيرة قوي قوي للكبار والصغيرين. وفي ناس ما بتقدرش تعملها في البيت، بتكسل او بتكسل تنزل تشتريها، لا احنا ممكن نعملها في بيتنا بكل سهولة وبساطة. وهي طبعا مفيدة بمناسبة ان احنا داخلين على موسم مدارس كمان، نفطر بيها اولادنا الصبح. وهي طبعا بتنفع الكبار والصغيرين، هي ليها فوائد كتيره جدا، احنا هنتكلم شويه عن الفوائد بتاعتها. هي فوائدها بتحتوي طبعا على فيتامين A وB وD واوميجا 3 وبعض المعادن، وكمان بتنفع الكبار والاطفال والكبار في السن والامهات اللي بترضع والناس اللي بتشتكي من الانيميا، لان فيها بتحتوي على زنك وحديد وفوسفور وغيرها من المعادن القيمه، غنيه بالنشويات الضروريه لممارسه النشاط اليومي، وبتساعد على حرق الدهون لما نتناولها في الفطار الصبح بدري. وبتحتوي على الياف طبيعيه، ودي طبعا مهمه لتنظيم الهضم، وتحتوي على املاح معدنيه ومضادات اكسده اللي بترفع معدل المناعه في الجسم لمقاومه الامراض، الامراض زي برد الشتاء واحنا داخلين على خلاص على ابواب طبعا، وكلنا بنخاف على اولادنا وعلى نفسنا برضو من البرد، فدي جميله جدا، بتقاوم الامراض وبتعالج ضعف الذاكره طبعا، بنديها لاولادنا برضو عشان نقوي ذاكرتهم في المذاكره وقوي مناعتهم، وطبعا انيميا بتحافظ عليهم منها وبتعالجها، وبتساعد في انبات طبعا الشعر، الحاجات الجماليه بقى الشعر وتقويه الاظافر وتاخر تقدم السن وعلامات الشيخوخه والتجاعيد. واحنا النهارده هنعملها بطريقه معتاده جدا ما فيهاش اي صعوبه، هي بسيطه قوي وان شاء الله كله هيقوم يعملها، لان احنا ممكن نعملها عشان ما نعملهاش كل يوم، ممكن نعمل كميه ونفرزها في الفريزر. انا كنت عملت الفول المدمس وفرزناه في الفريزر اللي نطلع بالطلب كل يوم عشان ما حدش يتكاسل ان هو يعملها كل يوم او ينزل يشتريها، لا احنا هنعملها في بيتنا تحت ايدينا، نطلع الكيس من الفريزر بالليل ونعمله لاولادنا الصبح. المكونات هي ايه؟ هي بس قمح بليله، قمح بليله مغسول كويس، وانا بغسله انا بفركه بايديا كده في الميه، بينزل كل اللي فيه، بيبقى نضيف جدا. انا كده غسلاه مش نقعاه، احطه في الحله واحط عليها الميه، اغطيها بالميه، ميه كتير انا عايزاها تتغطى، يعني الدرق اللي انا حطيته ده الشفشق ده انا عايزه املاه مره كمان. طبعا انا مليت الدرق التاني، الشفشق التاني اهو احط عليه، انا بملاها ميه كتير، بصوا يعني انا النص كيلو حطيت عليهم شفشقين من دول، نص كيلو حطيت مقام 2 لتر او ونص تقريبا كده ميه، احطهم عليه. هعمل ايه دلوقتي؟ احطهم على النار ياخد غلوه او غلوتين، واطفي عليه واكمر الغطا بتاع الحله عليها كويس، واسيبها لغايه ما تبرد خالص. وخلال ما هي بتبرد كده الحبات القمح نفسها بتفشر وتنفش كده، بتبقى كبيره، هو بقى ساعتها كده نرجع مع بعض بقى ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي ادي البليلة اهي، بعد ما خدت غلوتين على النار وطفيت عليها وسبتها، وخليكم فاكرين ان كمان ان انا كنت حاطة ايه، لترين ونص على النص كيلو ايه قمح البليلة. شايفين بعد ما سبتها انا دلوقتي ماسكة الحلة بايديا باردة تماما، بردت وشايفين القمحة نفشت ازاي كده، اسمها فشرت كده، يبقى كده استوت تمام. وشايفين الميه اللي كانت كتيره شربتها كلها، ما بقاش فيه الا شويه الميه السخنه، شايفين الميه هي هما دول اللي باقيين فيها. انا دلوقتي الميه الصفراء دي ملهاش اي عزة عندنا، ناخدها واصفيها في الحوض كويس، وبعدين هنرجع نرجعها على النار تاني ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي زي ما احنا شايفين انا صفيته كويس من الميه اللي فيه، الميه اللي كان لونها اصفر ملهاش لازمه. دلوقتي بقى ممكن نحط له ميه،
تاني ونديله غلوتين كمان. ممكن بقى نفرزه ونحطه في الفريزر على اكياس على حسب الوجبات. هي كده استوت خلاص بالغلوتين اللي احنا هنزودهم كمان، يعني يبقى كده استوى جاهز على انك بقى تحطي له بقى لبن سكر تاكليه زي ما تحبي بقى، يعني كل واحد طبعا السكر ده وكل على حسب الرغبة، واللبن كمان في ناس بتحب اللبن وفي ناس ما بتحبوش. وكفاية بس ان القمح ده تاكليه حتى لو هتاكليه سكر وكده بس من غير لبن، ده مفيد جدا جدا جدا، واحنا قلنا على الفوائد بتاعته. دلوقتي انا هصب اللبن عليه، انا النص كيلو ده جايبه له لتر لبن، احنا هنجهزه كله مره واحده عشان انا اولادي بيحبوها باللبن. وهجهزها يتعشوا بيها ويقوموا الصبح كمان يفطروا بيها باذن الله. ادي اهي كده لبن، بسم الله. انا خليها تاخد غلوه مع بعض بقى كده باللبن ده، ولو حابه ازود له شويه ميه زود عشان الاولاد بيحبوا يصبوها يشربوها في كوبايات. لو حابه ان انت تحطي لها نشا عشان تبقى زي بتاعه المحلات، مع اني انا ما بحبش كده، هي كفايه النشا اللي بتبقى فيها، انا عايزه اخد منها فوائد. فطبعا دي على حسب الرغبه، لو حبيتي تحطي نشا هتقلبي بقى معلقه نشا، معلقه كبيره نشا في كوبايه ميه وتصبيها عليها بعد ما الخليط ده ايه، بعد اللبن والقمح ده يغلي. ماشي تمام، هتبقى كويسه. هتعملي زيه هتكتفي باللبن والسكر عليها، يبقى جميل جدا جدا جدا، يبقى انت خدتي الفايده بتاعتها. بس سيبهم يغلوا مع بعض وهنرجع بعض. زي ما انتم شايفين اهي اللبن والفانيليا بيغلوا مع بعض مع شويه الميه اللي زودتهم بيها عشان يغلوا كويس. احط السكر عليها، والسكر ده حسب الرغبة طبعا. اقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هصبها بقى في الكوبايات في اطباق صغيرة، كل واحد على حسب ما بيحب يعمل يصبها وياكلها ازاي، كل واحد ليه طريقته. بس كده هي كده مستوية وتمام، لانها مفشرة اهي زي ما قلت لكم اهي، تمام كده. ادي البليلة بعد ما صبيناها بالشكل ده، بالطريقة دي بكل سهولة وبساطة عرفنا ان القمح بيتحط ازاي، بيتفشر ازاي، وان احنا كلنا هنقوم نعمل بليلة في بيتنا ونغذي اولادنا ونغذي نفسنا. لان طبعا احنا قلنا فوائده كتير جدا. وطبعا قلت اللي عايز يفرز منه عشان يطلع كل يوم بالطلب، يفرز يحط في اكياس ويفرزها في يبطط الاكياس ويحطها في الفريزر، وكل يوم يطلع بالطلب من بالليل على الصبح يكون ايه فكت التلج بتاعها ونسخنها على النار ونفطر بيها. وجبة جميلة جدا 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 للأطفال كمان وهم رايحين المدرسة، وطبعا للكبار ويعني في مختلف المراحل العمر. بتمنى طبعا من أمارات ان هم يقوموا يعملوها دلوقتي ويجهزوها. وانا بحبكم في الله جدا جدا جدا، كل مشتركيني اللي منوريني ومتابعيني واللي هيشتركوا ان شاء الله. بتمنى ان الفيديو ينول اعجابكم، وبرجاء الاشتراك في قناة بكل سهولة وبساطة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنسوش تعملوا مشاركة عشان الكل يستفيد والقناة تكبر بيكم وبحبايبكم. وما تنسوش بالاعجاب بالفيديو والتعليق عشان القناة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.